السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الأعزاء، كنتمنى تكونوا مزيانين إن شاء الله. الإخوان، اليوم غادي نشوفوا واحد البقعة ديال الأرض، مساحة ديالها 70 متر. غادي نحاول نعطيكم جميع المعلومات ديالها الإخوان، جميع التفاصيل. أنتم عليكم إلا باشتراك في القناة وفعل الجرس باش أي فيديو إن شاء الله غادي يوصل لكم، وحاولوا الإخوان بارتاجيو الفيديو. كما كنقول لكم الحمد لله الفيديو الفيديوهات ديالنا راه نقيين، كيتفرجوهم جميع العائلات وجميع الناس الحمد لله، والله يعاون كل واحد. الاخوان حنا كنتواجدوا في اتجاه ديال ابادريون، في تجزئه ديال الزموري اللي هي معروفه اللي كاين في ابادريون. هذه هي التجزئه كما كتشوفوا معايا، التجزئه كبيره. واليوم غادي نشوف واحد القطعه هنايا، هي هذه قطعه فيها 70 ديال المترو كما كتشوفوا، كتحد مع الشارع كبير ديال التجزئه. كاينه هذه القطعه هذه فيها جوج ديال الفرشاطات، وهذه لاصقه مع جوج ديال الفرشاطات كما كتشوفوا الاخوان. جات كتشوف من الديار الزنقه ديال 10 ديال المترو كما كتشوفوا. غادي نحاولوا نشوفوا هذا الشارع كبير باش تكون الامور واضحه، باش تبقاو على خاطر ديالكم. انا عارف الناس كيبغيو الفيديو يكون واضح باش يشوفوا كما كتشوفوا الجامع. هذا هي الجامع، الشارع هو هذا اللي كيهبط من اتجاه ديال المحطه، والقطعه هي هذه. القطعة هي هذه الاخوان، كاين هذه جوج فرشاطات ما عندها مولها بوحديتها، ودابا حنا كنهضروا على هذه اللي عندها فرشاطه وحده فيها 70 ديال المتر. ها هي فين هذا الروكار هذا ديال الماء، شوفوا واش كاين الرجمات ديالها هنايا. المهم رجمات انا ما بالوليش لان كاين ربيع هنايا، انتم كتعرفوا الناس دايزين كيدوزوا من هنا، ولكن كلشي كاين في بلان وكلشي كاين عند الشركه. هذا الاخوان باقي محسوب على الشركه، ولكن السيد اللي شاري من عند الشركه راه كيتنازل لك، كيتنازل لك عند الشركه، وانتيا كدي التنازل ديالك، كتمشي كتحفظ كتكمل خلاص وكتحفظ، كتمشي عند اي نوتير بغيتيه انت وكتحفظ، كيخرج تيتر السميه ديالك. ها هي البورنه ديال الارض وحدها، ها هي. اذا وحده غادي تكون هنا، غادي تكون غير هنايا، غادي نحاول غادي تكون غير في هذا الربيع هنا واقيلا، ما بين ليش. المهم غادي تكون غير هنايا. المهم الاخوان كما كتشوفوا التجزئه ديال الزموري اللي معروفه في بن عجلات اولا ابادريون راه هي هذه، راه مسلمه للبناء، ممكن تخرج الرخصه ديالك وتبني. كما كتشوفوا الناس راه كيبنيو، ها هما الناس بانيين، ها هما كما كتشوفوا. وهذه محدوده، هذه هذا هو الحدود ديال التجزئه، هذه محدوده مع العشوائي، هذا عشوائي، هذا الشارع هذا محدود مع العشوائي باش تعرفوا بلاصه زوينه، لان ديما الدار اللي كتشوف من العشوائي كتكون مزيانه. نقول لكم علاش، لان كتكون مروجه. الا درتي الكراج ودرتي اي مشروع غادي يخدم لك، لان العشوائي كيكون فيها الناس بزاف، وهنا ما كاينش الكراجات كما كتشوف. العشوائي ما فيهمش الكراجات، وهنا ما كتعمل الكراج اي حاجه عملتها غادي تخدم لك، لان انت كتشوف من العشوائي. ولكن العشوائي بعيد عليك كما كتشوفوا، الطريق راه كبير وبعيد العشوائي عليك. هذا كامل البناء ديال العشوائي، حي الشعبي، ما كانت واحد حي الشعبي. وهذه تجزئه كما كتشوفوا، هذه كامله تجزئه كما كتشوفوا، كامله تجزئه. هذه ها هي، ها هي كبيره تنتجه اخر، كامله تجزئه. هذه راه ديجا كنت صورت هنا البقعه ديال الارض، دابا شحال ما صورت انا شي فيديو، ولكن هذه شي شهرين واقيلا كنت صورت انا شي طرف هاد الارض تباعوا، جاب لها التيسير. وحنايا عاوتاني ملي كيتصل بينا شي واحد راه كنديروا الخدمه ديالنا ضروري. وهذا الشيء اللي كاين، هاد 70 متر الاخوان راه كاينه، كاينه 70 متر 7 على 10 والطريق ديال 10 كما قلت لكم. السيد كيمشي معك الشركه ديال الزموري اللي كاينه في اسواق السلام، كيتنازل لك على القطعه ديال الارض، كتكمل له الخلاص، كتمشي كتمشي دير الاوراق ديالك، كتمشي عند اي نوتير كيخرج التيتر السميه ديالك،
ومن بعد الا بغيتي تبني كتمشي كتدفع على الرخصه. هذا هو القانون اللي كاين. بالنسبه للثمن ديالها 8000 درهم، مولاها كيطلب فيها 8000 درهم، غادي تكون شي شويه المفاهمه ان شاء الله ضروري. ثم كتعرفوا هنايا راه الثمن دابا كيتراوح بين 7000 8000 9000 حتى 10000 درهم. كاينين طروفان تحت اللي جايين على الطريق راه واصلين تما مليون و200 10000 درهم مليون و100، الشيء على حسب المساحه. هنا كاين الطرقان ديال 15، كاين الطرقان ديال 12، كاين طرقات، كاين طريق ديال 30، ثم كتعرف. وهذه مزيانه الجامع، ها هي ها هي حداها الجامع، ها هي الجامع حدا الباب، ها هي شفتوا الجامع، ها هي الجامع، هي قريبه وقريبا الشارع كبير. هذاك الشارع هذاك راه كيهبط اتجاه ديال هانتوما الاخوان. الطفل الفي كيتواجد بالضبط هو هذا. هذا الشارع الاخوان ديال 12، في الاول قلت لكم ديال 10 ماشي ديال 10 ديال 12، انا غلطت في الاول، تعبرنا دابا عاد ديال 12. كما كتشوفوا كيخرج من طريق كبيره، هذه كتهبط اتجاه ديال، من بعد غادي نوريكم خرجه ديالها. والطفل الار هو هذا اللي بغى الاخوان، مرحبا به. بزاف ديال الاخوان كيتواصلوا خصهم الارض التجزئه، وكيقلبوا على مساحه صغيره اللي هي 70 متر او 80 متر باش يقدوا عليه يبنيها، لان انتم كتعرفوا في هذا الوقت هذه راه البني صعيب شويه غالي، والناس اكثر كتقلب على بقعه صغيره باش يقدروا عليه البنيه. وشكرا الاخوان، بارك الله فيكم. اللي عجباتو يتواصل معايا، النمره ديال الواتساب 06 62 63 13 68، وشكرا. انتم الاخوان كما قلت لكم هذا هو الشارع الكبير ديال التجزئه اللي كيهبط اتجاه ديال المحطه الطرقيه الجديده، هي قريبا الشارع كبير كما كتشوفوا. هذا هو الشارع الرئيسي، التجزئه راه هي هذه، التجزئه مزيونه، الموقع مزيون، وهذا الشيء اللي كاين الاخوان بارك الله فيكم. هي التجزئه راه مازال كبيره كما كتشوفوا، وراه البناء كاين فيها موجود، والارض مسلمه ما قلت لكم. غادي السيد يدير لك التنازل، غادي تمشي تحفظ القطعه ديالك، وهذا الشيء اللي كاين. وشكرا بارك الله فيكم.